وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. سيد عبد الله، يعني العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات تستند على أسس متينة، روابط وثيقة، وأيضا صلات راسخة في تاريخ البلدين. هل تحدثنا أكثر حول ذلك؟ بداية أنتهز هذه المقابلة وأرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ولي عهد أبو ظبي، وأصحاب السمو حكام دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة تضاعفت أفراحنا باليوم الوطني 46 في هذا اليوم بمشاركة إخواننا من البيت الخليجي في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان وأيضا ودولة الكويت. هذه الفرحة تضاعفت عندما نشاهد هذه المشاركة من القيادة والشعب الخليجي، وهذا ما يعكس على وحدتنا وعلى التفافنا في صف البيت الخليجي. حقيقة مثل ما أشرتي في سؤالك الكريم، أشير إلى أن المسيرة الاتحادية في دولة الإمارات منذ البداية تمتزج بعلاقات أخوية قوية ما بين أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة البحرينية. فالتاريخ نحن نعتز به بالمواقف الأخوية المتبادلة والداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين. حقيقة مسيرة تنموية يعني في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى حفظه الله وأيضا أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. تفضلي. نعم، يعني سيد عبد الله، كونك محلل سياسي بالطبع، يعني حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في التحالفات الإقليمية والدولية من أجل محاربة بطبع الإرهاب في المنطقة. هل تحدثني أكثر عن هذا الموضوع؟ حقيقة يعني في هذه المناسبة يعني نتذكر المؤسسين وعلى رأسهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات طيب الله ثراهم عندما بدأوا لبنة هذا البيت الخليجي والبيت الإماراتي بتأسيسه، فوضعوا في أسس هذه الدولة المباركة والتي الحمد لله يشار إليها بالبنان في أقل من 50 عام، حققت ما لم تحققه دول ذات عقود. فنحن منذ البداية كانت على عاتق دولة الإمارات، أخذت على عاتقها المسؤولية المشتركة والمصير الواحد ما بين دول المنطقة والعربية والدول العالم، وأخذت على عاتقها أسس واضحة من ضمنها مكافحة الإرهاب ونشر السلام. فمنذ السبعينات شاركت قوات دولة الإمارات في لبنان في وضع أمن واستقرار لبنان، وشاركت في تحالفات دولية وعربية وخارجية، وكان آخرها عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في عودة الأمن والاستقرار والشرعية لإخواننا وأشقائنا في اليمن السعيد إن شاء الله. هناك كانت مشاركة واضحة لدولة الإمارات وأيضا في محاربتها لبعض الجماعات الإرهابية في التحالف الدولي. هذه سياسة واضحة لدولة الإمارات منذ التأسيس قبل 46 عاما كانت وضعتها على خارطة السياسة الخارجية والسياسة أيضا الداخلية. حقيقة الكل يشيد بالدور التي شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحالفاتها الخارجية والدولية، إن كانت أيضا في أفغانستان في محاربة الإرهاب والقاعدة كانت لها مشاركة متميزة مع القوات الأمريكية والقوات الدولية. أيضا هناك مشاركات مختلفة أيضا على مستوى التدريبات العسكرية المشتركة ما بين دول التحالف الدولي والدول العربي. أيضا شاركت في درع الجزيرة في وضع الأمن والاستقرار في البحرين، حيث كان هناك أيضا امتزج الدم الإماراتي بالدم البحريني في عدد من المواقف التي شهد لها شهداء من دولة الإمارات وقفوا بجانب شهداء مملكة البحرين الشقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم السل والصبران ويجعلهم من إن شاء الله من الشهداء. نحن
مثل ما أشرتم في حديثكم قبل قليل، نحن دم واحد وبيت واحد وإخوان، ومشاركة إخواننا في المملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا ورفع علم دولة الإمارات في هذا اليوم المبارك، يوم الاتحاد 46، وأيضا مشاركتهم بالاحتفالات الرسمية وغير الرسمية، هذا دليل على العلاقة الوثيقة التي تربطنا ما بيننا وبين البيت الخليجي الواحد. نعم، من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.